اخي هذا الامر زعما البارح كان الخوف كثر من القياس. خفنا يمكن الضغط الاعلامي اللي كيمارسوه الاعلام، ضغطوا على السي وليد، ضغطوا حتى على اللعابه، الضغط ديال من 1976 ما ديناش الكاس. هذا هو المشكل اللي كان البارح، وكنا خايفين. لعبنا بالطريقه ديال جنوب افريقيا، ما لعبناش بالطريقه ديالنا اللي حنا كنلعبوا بها، فهمتي؟ وهما استافدوا، هما قراونا اكثر ما قريناهم حنايا. هذا هو اكبر مشكل وقع، وكاين واحد الشونجمون اللي كان ماشي في محله، ولكن الاخطاء وارده، فهمتي؟ كتوقع الاخطاء. فاش البارح كان ناقصين الدراري بزاف، شي لعابه ما كانوش خاصهم يدخلوا ودخلوا، دخل بهم في التشكيله الرسميه، فهمتي؟ والاداء اداء عيان، كل الدوره كل الماتشات داروا ثلاثه الاولين ناقصين، سيرتو ضد الكونغو. والماتش ديال البارح اكثر. باش كتنفخ وباش كتمشي انت مستعد، ولا كتمشي انت ما عارفش شنو الحصيله، المنتخبات ما عارفهمش كيفاش غيدخلوا، الرطوبه كتشكى منها، وانت تتناقض مع نفسك كتشي ان راه غنجيبوا الكاس، وكتشكى كاين رطوبه كاين حراره كاين سميتو، عارف تيران ديكاجي عندك ما موالمش، الدراري كامل محترفين، ما كاينش ما مجربش افريقيا، وكما قلت لك هذيك تحصيل حاصل. باش كتمشي كتلقى الجمهور كيطالب على الاقل دي سفيان الرحيمي، دي لاعبين اللي غيعاونوك اللي كتحتاجهم. بحال دابا البارح ولينا احنا مشغولنا حيت مشى لنا بوفال لاعب واحد، ولينا باني عليه منظومه، وهذا الشيء كنتاسفوا ليه، لان باش كتكون اختيارات عشوائيه هذه النتيجه ديالها. نتامل بطبيعه الحال وبقى فينا الحال مزيان، قادم الاعوام ان شاء الله يكون المنتخب احسن ويستافدوا من الاخطاء اللي كانت، ربما كانت هناك اخطاء، ومع ذلك حنا نشكر هاد اللعابه ونشكر المدرب ديال المجهودات اللي دار. روح رياضيه تقدر تعطيك تقدر ما تعطيكش، يعني عندنا اللاعبين مصابين بزاف، يعني بحال من حكيم زياش، يعني فهمتي، يعني كاين بزاف ديال الاخطاء بزاف كاينين. ايوا نتمنوا المهم هاد الاخطاء ما يتكرروش مره اخرى. نتيجه غير مرضيه الصراحه، كان عندنا امل المنتخب ديالنا نوصلوا كاع حنايا ناخذوا نفرحوا شويه، من 76 ما خدينا هاد الكاس، هذا ما كرهناش الصراحه، ولكن حطموا لنا مشاعر ديالنا، ما تقلقنا الصراحه. الشعب المغربي كامل هاد الصباح هذا صباح طالع عليه الدم، كان عندنا واحد الامل، كانت فرقه زوينه وكان المدرب مزيان. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.